مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الاثنين 20 من شهر حزيران يونيو 2022. التعامل هنا لمشاهدينا الأحبة اللي يتابعونا خارج العراق، التعامل هنا بالدينار العراقي، والدينار العراقي كل 100 دولار تساوي 148,000 دينار عراقي، حتى يعرف اللي بالخارج ما دائما يسألون. مكان السوق هذه طبعا بورصة العراق، مكان السوق في محافظة ديالى قرب مديرية مرور ديالى، ومديرية مرور ديالى معلم بارز وواضح اللي يوصل للمديرية، يعني واصل السوق. أيام العمل في هذا السوق هي الاثنين والخميس فقط، الاثنين والخميس من الفجر قبل الظهر يعزل السوق. تابعونا، لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعم المقطع بلايك حتى يوصل وينتشر. علاو صباح الخير. صباح النور. شلونك عينك؟ من يومك كان حضرتك؟ من الصغيرة. على راسي. الله يسلمك. اسالك عن سوق الكوت، هم قوي مثل سوق ديالى؟ اقوى شيء سوق ديالى. اقوى شيء الان سوق ديالى، انتم حسب ما تجون وتشوفون. اي يعني حلال موجود يوميا متواجد فيه. متوفر؟ اي بغير محافظات ما متوفر. ما متوفر بهاي الكثافة؟ لا لا لا، اقوى شيء هسه حاليا حتى اي محافظة سوق ديالى يعني متوفر الحلال. ابو محمد صباح الخير. عيني صباح الخير. هلا هلا. ايش جايب لنا احكي لنا؟ والله جايب هالهويشه الحمراء. يقول هويشه. هويشه. بس هاي هولشتاين. هولشتاين حليبه. بنتها هي هويشه بس حليبتها مال هايشه. هي هويشه؟ ايه. بس حليبتها؟ مال هايشه فاخره. مال هايشه فاخره، خير ان شاء الله. العمله؟ يقول ب 200. يقول. ايه. يعني 1600 مصلة؟ 700 25. 1700 إلا 25 مصلة. خير إن شاء الله. أمينة ونظيفة، هو أهم شيء الأمان. إي هذا أمانها. مضيومة. مضيومة. 10 أيام صار لها عندي، فرقة ماجد على كل عندي. فرقت على كل اللي عندك. إي فرقة دابة. أستاذ ماجد أي هاشة ضعيفة تلقاها بها حليب بس اشبحها. صح. حليبتها زين. نعم. طلعين. مضبوط على مدارة. على مدارة على مدارة. يابا حسين علاء صباح الخير. صباح النور. ايش جايب لنا عيني؟ بكر والده وراها حولي. بكر والده وراها حولي؟ حولية؟ حولية. يلا. حولية. حولية جواها وهي حولية بعدها. زين. ولازمها فحل. اي خوش. اي. العملة. العملة نعامل عليها بثلاثة ومواصلة اثنين ونص. اثنين ثلاثة هواي عمو. معملة. انت وياها مجموع ثلاثة. والله. ها؟ معملة مصلة 2 ونص. 2 إلى 2 ونص. زين. هذا يخربه. ها عين أبو إبراهيم. حلوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد شلونك؟ أبو إبراهيم. إي. قبل أبو أحمد وقبل كلها. إي. بيني وبينك بترة السواعد. سامع بترة السواعد؟ إي سامع سامع. مو بيت فارس، لا بس أنت. أنا فصال. ها؟ فصال من أي واحد من عندهم. يعني فصال دجاجتي افتحها وانا حاضر. خير ان شاء الله. يلا سولف هسه بعد. تريد الاربيل هم اخذك الاربيل. بحثنا اخر بحثنا اخر. ابو احمد انا عندي مناشده الاهل ديال الشلع عن قلعا. يلا سولف خلينا نشوف. عندي سخول 5 سخول. اي. ناحيه هبيبي سرحن. زين. وضاعن ما اعرفهم باقين ضاعن ما اعرف لحد الان انا كنت بربيل. بلكي نلاقيهن يوصلهن غير هيك. اها بلكي واحد لاقيهن بلكي واحد بايع الهيا. ها خوش. راح انطي التواصيف مال سخول. انطي التواصيف بلكي الله واحد مشتريهن يرجع لها. وحده شاميه جوزيه. وحده شاميه رصاصيه بها هديه سقط. ادري هو هذا جايز من روح اللي يندق ابو ابراهيم. والله هن شوف انا باربي. اي. قسما بالله هن حواوين متعلمات يباتن بالفرع مالنا ما يروحن هيك. 5 سخول 3 شاميات بس قصتهم بيضة ومنقطات والماية الكبيرة بيدي السقط. احنا نقول خاف مبيوعات لحد. آه ترى ذني مبيوقات. مبيوقات 5 سخول من ضمنهم واحدة حمراء حشرية وواحدة بقعة صاحبة ضرع كبير. هذا هو وصلت الفكرة. احنا شنو اي واحد مشتريهن انطي بقدهن. اي هذا هو. يعني انطي بقدهن. ان شاء الله. يلا رحم الله والديك عم ابو احمد. اي. ايه. هذه الهاشه منين؟ هاي من خوان العنبقيه. يلزم على الراس انت والعنبقيه. الله يسلمك. وراها فحل؟ لا وراها حوليه نفيه
براون. براون خوش خوش حوليه ما شاء الله. إيه إيه. حوليته خير من الله. هاي شو مال جنايه خوالنا جاي هجني. بزره حوليته. ايه بزره. زين. هو يهم بزره. والسعر؟ السعر اخذناها ب 2150 نريدها ب 300. 2300. ايه. خير. يا ما محيانا يابا. طوال يقولوا ما محيين هالبارحه محلوبه العصور. ابو احمد هاي بكره اي يعني انت تقطع على كل شروط الجنيه كل شروط الجنيه انت اذا تاكل قبق همنا عليه والعمله راح يقول لي ب 3 مليون قلت له ب 2.7 مليون اذا احكي يلا تعال ايش قد ايش قد قلت له ب 2.7 ما ابي شيء ما يخالف ما يخالف لا ما تزعل ما ازعل هاي هي منها خير من الله وبجن واذا نعطيك واذا نعطيك اثنين شو اسمه احمد هاي اسمه الا احمد ابو جاسم موجود اليوم ابو عمر حاجي عليها لا شوف صار حكينا هذه الشهر التاسع حاطه ونوعيه ما شاء الله خمس نوعيه مدفوع بيها 3 ملايين وهذه 8 طابه بالتاسع ومصله 2.5 مدفوع بيها بس راعيها الظاهر ماخذها اكثر يا معودين الجنايه دير بالكم على البيع 10 رايه شوفوا سوقهم واقف يعني اذا تبقون هالشكل لازمين لا صعب عليهم شغلتهم راح يبطلون بعد من البيع 10 هاي الجمه ورا هاي النثير الحلوه يعاملون عليها ب4 بيها مجال لا اكيد بيها مجال وراها فحل؟ مدفوع بها 2.100 و2.150 والعملة عليها 2.800 مو؟ 2.800 عامل عليها هذه ورا هاي الحولية هذه مدفوع بها 1.5 مليون هي وبنتها هاي المقفل هذه بقرة براون وراها نثية هاي نثية بنتها هاي بنتها 3.600 العملة عليها موصلة 2.800 موصلات 2.600 ذلك مو 2.600 2 هن موصلات شفت سمين مدفوع بيهن ذني 1 مليون هذني محاطير على 8 شهور
العملة عليهم 5.5 وبيهن مجال للعملة، هذا بمليون، هذين الثلاثة على 1.25 مليون العملة وبيهن مجال. هذا بواحد و300. هذا ب2.25. هذا العملة عليه 3.5. 3.4. مصل من 2.5 صاعدا. يعني هذا حلال اخونا كاظم الباوي. 3 بيش؟ ب8 ملايين ذني الثلاثة الحلوات. يعني زوج 35. نعم. بارك علي حج ماجد. عمري. كاظم الباوي. اي شلونك؟ مبارك. الله يحفظك. اهلا بالعزيز. على راسي. عزك. الحمد لله. متابعينك يوميا، متابعين صفحتك يوميا. اتشرف بي وبكل قصاب. الله يخليك. تقاريرك كلش حلوه استاذ ماجد. بس دير بالكم على المواطن، نوصيكم بالمواطن. ان شاء الله. وخصوصا الفقير. ان شاء الله، ان شاء الله ما نقصر كل فقير وكل انسان. الله يحفظك. ان شاء الله. وذني زوجهن 6. 4 على 6. نعم، واضح. كاظم تعال شلون بخلطك عيني. 3 ذني ب6.200 الثلاثة. هذا كله سوق العجل. آخر 3 7.650. هنا أبو أحمد وين رايح علينا؟ هذن 3 7 إلا 100 مشترينهم. هذا كله سوق العجل، هذا يعاملون عليه 1.2 مليون. هذا مصل 1 مليون مدفوع به 1 مليون. متابعين، اتصل علينا متابع كريم من لندن اسمه نعيم المنصوري، هو أصله من البصرة وعنده صديق من أبو صيدة منطقة التحويلة. طبعا مشتاق جدا نعيم إلى صديقه، لأن فترة الفراق طويلة لأكثر من 30 سنة. كل المعلومات اللي عد نعيم عن صديقه بأن اسم صديقه جعفر واسم أخوه كريم، وعدهم بستان في منطقة التحويلة، ويحتمل بأن اسم والدهم هو عبد الله بس مو أكيد. طبعا خادم وياه بالجيش في قيادة قوات الجحافل بين قوسين اللي كان اسمها الفرسان، خادمين سوى بمقر الفرقة في منطقة عقرة بين الموصل، في منطقة بين الموصل وعقرة عند جبل مقلوب. وهذا كل اللي ذكره. إذا أحد يعرف عن أخونا كريم، أخونا جعفر وكريم من منطقة التحويل أبو بصيدة، خليه يتواصل معنا حتى نخليه يتواصل مع متابعنا العزيز نعيم المنصوري العراقي المقيم في لندن منذ أكثر من 30 عام. ويقول نعيم المنصوري، يقول عن صاحبه جعفر، يقول كان مطوع بالجيش، ويقول أخونا نعيم المنصوري بأنه آخر مكان كان معاه في كتيبة مدفعية بين الموصل وعقرة في عام 91، ويقول بأن شكل الولد ناعم وضعيف. هاي كل المعلومات المتوفرة، ونتمنى من أخونا أو من اللي أحد يعرف
عن هذا الشخص يتواصل ويانا حتى نواصله مع نعيم المنصوري، ولكم الشكر والتقدير. كذلك شكرنا وتقديرنا لجميع العراقيين أو العرب اللي يتابعونا في بلدان العالم. طبعا إحصائيات القناة تشير إلى أكثر من 75 بلد بالعالم تتابعنا، وإحنا نشكرهم ونقول لهم بيكم إحنا نستمر. العملة 2.5 بيها مجال للعملة. ليش هذا عمل؟ يعامل بواحد، شو مصل 800؟ مصل 800,000. هاي البشر يعاملون عليها 900,000، هاي سوق الأباشير. شو مصلة؟ هاي البشر العملة عليها 1,400,000، شو مصلة؟ مصلة 900 وينطيها 1,100,000 ينطيها. سبعمية وعشرة ماخذينها. خير إن شاء الله نعمل 730 مدفوع بيها. إيه لا شو مصلة؟ هذه مصلة حاليا مصلة 800 ب125. شنو نوعها تبين؟ هاي فريزن جمة. اي يقول لهم الثومة شطر حلوة، يعني مرهمة مال جيني. لا ترهم مال جيني. اي ترهم مال جيني. شو مصلة قلت؟ مصلة 8.4 ب800. خير زين موفقين. الله يسلمك الله يوفقك. هذا البقيع الخارجة عامل عليها الله يبارك فيك. هلا بالاستاذ عمري. مدفوع بيها 2,700 لو 2,700 مدفوع بيها. لا تتين هذا الاثنين البيع 2.5 مصلات. هذا مدفوع ب 1,200,000. شيخ علي شلونك عيني؟ هذا الابيض مدفوع ب 1,400,000، وهذا البراون هذا 1,500,000 مدفوع به؟ لا 400,000. 1,400,000 مدفوع. هذا 1,100,000. عملة عليه 1,500,000، ايش مدفوع به؟ 1,200,000، 1,225,000. هذا موصل 1,300,000. هلا عمر شلونكم يا عزة؟ ابو علاء عيني هذا بيش؟ هذا عم عليه 1.5. العملة 1.5، شو موصل؟ موصل 3,10,000. ها؟ 1,280,000 موصل. سرحي اي هلا سرحي شعار قاتلة جوع العملة عليهم بكثير عليهم معاملة 2,800 وبه المجال وبه المجال عليهم معاملة 3,5 جيبه مال الفل. هاي العملة عليهم 3 زوجين.
بيش هاي؟ مليون والله. مليون صعبة. يلا عيون وسط. كل هذا العجل السرحي. هاي العجل السرحية درجة. بلاديات نعمل عليها 200% زوج. يلا حجم 300 نعم 2300 يبيع. هلا شلونك عمري؟ الله يسلمك. شلونك؟ شلون امورك؟ ابو عمر على راسي. على راسي محمد. العملة عليهم ب73. العملة 3700 الزوج. وبين المجر. بيش تبيعون؟ اكيد 300 هيك. زوج؟ لا 3000. 3000 300؟ اي 300. نعمة. خوش. هذا التلقيح. هاي بكر ناعمه العمله عليها 500. بيها مجال. وبيها مجال. هاي شرابيه. مليون و600 العمله، 1,400,000 البيع. ها نوري. هذا نوري العزاوي؟ ابن سامي. سيد سامي. انت ابن سامي؟ ابن ابو علي؟ شلونك؟ زين الحمد لله. شلون صحتك؟ زينين. السلام عليكم. عليكم السلام. بوجود اخونا اللهيبي ابو فراس على راسي، وابو ياسر وابو حيدر الزهيري والاخوان، ونتشرف بهم جميعا. اي ابو ياسر. انت الشرف. شلون يقول قطع بي زماني؟ انت الشرف وتحياتنا لك ولكل العراقيين. الله يبارك بيك. النظفاء الشرفاء النجيبين. الله يبارك بيك. احنا نتمجد بكل انسان شريف مثلك ومثل ربعك. يعزك يعزك يبارك بيك. تحياتنا لهم عامه. الله يحفظك. كل قبائلنا، كل رسالة افخاذي، كل العراقيين من الشرق للغرب. انت ايش ردت مني؟ ايه سولف. قطع بي زماني قطع بتال. قطع بي زماني قطع بتال. قطع بي زماني قطع بتال ويا راح العيط قلنا الخلف. بتال. بتال ويا راح التال وانقطع الرجع. أي أبا. أي. راح التال. راح التال وانقطع الرجع. توجي هاي. إيه. الثاني إيه؟ شو يقول؟ إيه يقول قطع. هم قطع. قطع. يقول قطع بي زماني قطع ماجور. ماجور إيه. قطع بي زماني قطع ماجور محمل من هموم الدهر يا ابو احمد. شلون يا باه ماجور؟ استوى الدلال واطراف الجبل. اي باه. اي تمرضنا وصل المرض. الله يعينكم. للقلب. استوى الدلال واطراف الحشا. يا با. اي هدمني الدهر كم هدمه بهدماي. هدمني الدهر كم هدمه بهدماي ويا خلاني بطرق. هدمي. يقول بتموز شهر النذل هدمي. ايه. وانا بتشرين نهر انقطع ميان. يا به عطاشه. عطاشه هسه العراقيين كنا عطاشه مي ما عندنا. ايه والله كنا عطاشه. توسل بالتركي وما ادري بياهو. مع الاسف. ايه توسل بيه والله حل لنا ميه. والله مع الاسف. هذا تالي العراق. مؤلم. ليش وين راحت اهله؟ ايه وهذا العراق يسموه العراق العظيم. ان شاء الله. نهرين دجله وفرات و... كل هاي تجري وين ويها؟ جاي. ايه ممنون ممنون ابو ياسر. الله يبارك فيك ويحفظك. وجود ابو فراس عراس والجميع الجميع عراس. ونتمنى لهم ان شاء الله يصيرون كلهم ان شاء الله على 2004 كلهم يصيرون شيوخ عامه. لا لا العفو. 2004 وين؟ 2004 اخرجنا اليوم. انا ما طموح. لا لا احنا ان شاء الله ما عندنا طموح. والله هو شوف الشيخه تكليف وليس تشريف. اكيد تكليف. اليوم احنا اليوم اللي يقضي امور رابعه
وعمامه وقرابه ويكتفون به. ايه فهو يعتبر شيخ لانه انا امين اقدم كلمه للشيوخ شيوخ الجدد وشيوخ الاصلاء القدماء. نريده هذا الحقيقه. شيوخ الجدد وشيوخ الاصلاء القدماء يقولوا ون ون ونيني ما لتالي. اساجي وعيب يفرع ما لتالي. ما لتالي. ترى المال اول. ما لتالي. ما لتالي. يخون بصاحبه وذات رديه. يخون بصاحبه وذات رديه. اللي هي ابو الحقل الاوليه. بس ابو ياسر من رخصتك؟ الشيخ الشيخ نوعتين. اي. اكو عظامي واكو عصامي. عظامي وعصامي. وعصامي زين. كل عظامي يبدي بعصامي. يعني هسه من نقول فلان فلان ابن ابو شيخ وجده شيخ خما خما ال 20 ظهر. لا لا مو للاخير. اها الاول الرابع اسمح لي ابو ياسر. الرابع الخامس اسمح لي. الرابع احنا شيوخ الجداد مع احتراماتي لهم مو كلهم تكتفي بعمامه شيخ. نعم يكفي عمامه ويقوم بوجابه شيخ. هذا عصامي. عصامي. العظامي رابع خامس ظهر هو عصامي عظامي. فلا بد ان 100% ان جد الرابع او الخامس فهو كان عصامي. نعم أكيد. فالعصامي يصير اضبط من العظامي اللي الشيء المضبوط. والله هي مو بالكشخه. لا مو بالكشخه جانب. الكشخه جانب لا بقضيان حاجه ربعه. لا اكتفوا بي ربعه. اكتفوا بي ربعه. فشيخ عصامي وطلع الحك هذا عصامي. والشيخ العظامي صدقني هو جدة كان هم عصامي. نعم. بس احنا نشوف نقول هذا كودا تاريخ وكذا بس لا هو العصامي همنا يرهم شيخ ويصير اقوى من العظامي. يابا خليني اقاطعك بخير. يقول له حمد لا تعجل الظعنين بالسوق. اويلي. وابد لا تتعب جدامك. من السوق لولا عمر الفتى ينباع بالسوق يشترينا واهتدينا للشباب. اي ابا اي ابا أي انا شرد عليه. ايه اي ابو ياسر. يقول واحد يغني. ايه. فاتت صديقته بذاك الزمان ماكو الا ركب جلك الله لو الفرس او مطي. ايه 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 ايه. قام يحكي عليها قال سوق مهلوبك ولك سوق. سوق مهلوبك ولك سوق زليفك عذب الطارش. ولك من السوق. من السوق ايه. ايه قال انا اللي شفت بصدر المدلل قهوه وظن سوق واظن شيخ فلان باني لبنيه. ايه ايه. ما اقول اسمه. ايه النوب عليك. ايه النوب عليك. ايه يا ابو طارق. قول عليل عليل وعلى الوسايد قلبوني. اويلي عليل وعلى الوسايد قلبوني. هل وحباب قلبي قلبوني شلون اردت الرفق معهم ما ارادوني الا منين اجيب احباب قلبي. اي ابا اي ابا قلا هو جابها على العليل. قال له قلا قلا وما قلا والقهوه علي مر. عليلي وكل مشروبي علي مر. علي مر يا ابو طارق كانت تريد تحيني علي مر وتعند علي من عونك علي. تعند علي من عونك علي. ايه هاي بعد تحياتنا. ايه لا خلي بعد ابو طارق عند رد. ايه يرد يقول على الحموله يقول هذا عبد الله الفاضل شيخ شمر اللي يقول مو انا اللي اقول. إيه شيخ عنزه. عنزه شيخ عنزه شو يقول؟ الفدعاني يقول تلوح بالدنيا مسكبه. ترية تلوح والدنيا مسكبه. عنبر وجعود خلاني مسكبه. هاي عجاج الظعن عنبر ور مسكبه وخير من القرايا المعطنات. خير من القرايا المعطنات. ايه ممنون. الله يبارك بكم ويحفظكم. على راسك. هلا بيك. اهلا. السلام عليكم. عيني. عيني. اهلا استاذ ماجد. طبعا فقره مصحك. مسك الختام. عين انت. هاي الفقره مالتك هي مسك الختام. عيون البرنامج. اهلا استاذ ماجد. اهلا قلبي. شوف حضرنا اليوم من استاذ ماجد. يا هي كان قبل يسمونها صلاه الاولين. يا هي من عندنا يا صلاه. صلاه الاولين. الاولين. يعني قبل الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم نعم نعم. كان يسموها اسم. زين. مال الاولين. والنبي الله داود عليه الصلاه والسلام. وين دفن واين مات؟ داود عليه السلام اين دفن واين مات؟ ممنون ممنون استاذ ماجد. انا ممنون استاذ ماجد. الله يبارك فيك. هلا قلبي. عيوني استاذ ماجد. وعلمنو استاذ بلاسم الكرخي. على راسي. سلم عليك يخصك بالسلام. يقول جهت للسوق لحقته ما بس اسلم عليه ويقول ما راسه ما لقيته. قال خص له بالسلام.
وصل. اي وشيخ انا هم اسلم عليه. شيخ هزبر العميري يخصك بالسلام على راسي. هواي هواي بسلم على سلمان. تشرف بي وبالعميرات وبربيعه وبالجميع. اهلا وسهلا على راسك. كل قبايلنا وعشائرنا الاصيله. سلام للجميع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. صباح الخير عيوني. نسألك أسعار المخضر شلونها هذا يعني خلال هاي الأيام؟ والله من تدنية جدا، حتى مسد تكاليف الإنتاج، تكاليف الإنتاج عالية لأنه تعرف أنت هسه البنزين الشغل كله على البنزين. أي من بنزين أو غاز. كلفة الإنتاج تصير عالية. هسه الكيمياوي غالي. الكيمياوي غالي صح. الداب حوالي 200 الوزنة، يعني اللي ينتج محليا غالي. غالي بس بيعه بسعر واطئ جدا، الاسعار غير مجزيه للفلاح. صح، غير مجزيه جدا، يعني الفلاح هسه راح يتعب، يوصل الى مرحله الياس. هاي بالدول المتقدمه الفلاح من ينتج وتكون الاسعار المنتج اقل من تكاليف الانتاج يبطل. هم يدعمونه. هم يدعمونه بس احنا صاحبنا يبطل. اي كل فتح عاليه، انتاجيه عاليه، بيعه باسعار متدنيه. وتطرق الموضوع صغير ابو اتفضل. انا ذاك اليوم شفت على احد القنوات الفضائيه اي تقرير يحد من الضوضاء، الضوضاء اللي موجوده بالمجتمع. القطارات يحاول ان يعطيها عجلات بحيث يخفف من وطأة الصوت، اللي صدى الصوت اللي على اللي طلع الاطارات، اللي طلع الاطارات العجلات مالت القطار. اي نعم، يقللون من هذا حتى لا يأثر على المواطن. احنا بالعكس نجيب سماعات ونصيح ونزعج الاخرين. اكو مريض، اكو ناس متتحمل، اكو بها ضغط. هذه الاصوات كلها تؤدي الى ارتفاع ضغط الانسان، الحاله النفسيه. اخطر انواع التلوث والتلوث الضوئي. التلوث البيئي، فهذا المفروض اكو علاج. هاي السماعات امنعها، ما اجيبها، ما استوردها. اذيتها اعلى من منفعتها. واحنا ما شاء الله احنا سيح كله سيح. ماكو يعني. حسن ممنون ممنون الله يبارك فيك. ذهب الغالي انت راسك. شو تريد تقول؟ امر. ها؟ امر. اريد سلامتك. فد وجهك. عمري. فد وجهك. ابو حسن بيش العنب؟ عيني. العنب. ربعنا. نعمه. قل له نعمه خير. فلف. شنو شو مقطع؟ سيوف الذهب شلونك؟ زين الحمد لله. سلمنا على اهل الفضيليه. يوصل. مو تنسى. لا لا فردا فردا. ان شاء الله. ولا تنسى ابو علي. والله حلو عسل ابو علي. مشكور منك يا طيب. عمري الله يحفظك. مشاهدينا الأحبة، من سوق مواشي محافظة ديالى قدمنا لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم الاثنين العشرين من شهر حزيران يونيو 2022. سوق مواشي محافظة ديالى الكائن في بعقوبة وقرب مديرية مرور ديالى. وشكرا لمصورنا حسن الزهيري.